وسلم تسليما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهذا هو الدرس 55 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ولا نزال في الحديث الأول من باب المراقبة، وقد وصلنا إلى السؤال الرابع، وهو قول جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الساعة. قال له صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أوضحنا في الدرس الماضي أن هذا الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهي كما ترون على دلالة قاطعة جازمة على أن نقاط قيام الساعة أمر مقضي اختص الله عز وجل به ذاته، فلم يطلع أحدا من عباده على نقاط قيام الساعة، لا رسولا ولا نبيا ولا ملكا ولا احدا من خلقه فيما مضى ولا فيما هو آت. واوضحنا ادلة هذا من كتاب الله عز وجل ايضا، ثم اوضحنا جانبا من حكمة الله سبحانه في اخفاء ما اخفاه عن عباده من المغيبات. الحقيقة المغيبات التي استأثر الله عز وجل بعلمها ليست محصورة في قيام الساعة فقط، بل كل ما لم يقع بعد فهو داخل في المغيبات بشكل ما. صحيح أن وقوع هذه الأمور أمر حتمي، فهي من حيث أصل الوقوع ليس من المغيبات، ولكن متى سيقع وعلى أي حالة سيقع هذا هو الأمر الغائب عنه. وقوع الموت بالنسبة لكل فرد منا ليس من الأمور الغائبة عنه، فما من عاقل إلا ويعلم استنادا إلى قدر الله عز وجل أنه سيموت، ولكن الله عز وجل خبأ عنا ما يتعلق بهذا الوقت، متى بعد كم من الزمن وكيف وعلى أي حالة. هذا ما يدخل في الغيب المجهول بالنسبة إليه. وهكذا كثيرا أو كل الأمور التي نحن مقبلون عليها من حياتنا بعضا منها خبره الله في أصله ووصفه فكله غيب، والبعض منه قد نعلم أصل وقوعه ولكن لا نعلم كيف ولا متى ولا كم. ولله عز وجل حكمة باهرة كما قلنا في إخفائه هذه المغيبات عنه، وينبغي للإنسان أن يتنبه إلى هذه الحكمة حتى لا يبذل جهدا لا فائدة من ورائه لمحاولة اقتحام هذا الغيب باسم العلم أو باسم أي شيء آخر.
إذا عرف الإنسان حكمة الله علم أن الأمر كما قال الغزالي ليس في الإمكان أبدع مما كان. قلت لكم لو أن الإنسان كشف عن صفات الغيب علم متى سيموت، علم ماذا سيفاجئه من المصائب والشرور، وماذا سيلقاه من المفرحات والمضيجات، إذا اطلع على هذا الأمر. وقد علمنا أن حياة الإنسان مزيج من الخير والشر معا، فإن هذا الإنسان لا تسري له حياة ولا يسري له عيش، وشرحت ذلك في آخر الدرس الماضي. حكمة أخرى، الباري عز وجل خبأ عنا ما سيلقاه الإنسان في مستقبل حياته من رزقه، من نجاحه في دروسه وعلومه، من تجارته، من تقلباته، من الأوضاع الشخصية المختلفة التي ستفاجئه. الرب عز وجل وهو الحكيم الودود خبأ عنا ذلك، لكن الله عز وجل دفعنا إلى القيام والنهوض بما يصلح أمرنا اعتمادا على الأسباب التي سخرها الله عز وجل لنا. خبأ عنا الرزق الذي سنكتسبه كم ومتى يكون، ولكن الله عز وجل أمرك أن تعتمد وتجنب كل الأسباب التي سخرها الله عز وجل لك من أجل الاكتساب. الباري عز وجل خبأ عنك الاختصاصات العلمية التي ستنجح فيها والتي ستحملها في حياتك، ولكن الله دفعك إلى أن تبذل الجهد في التعلم. الباري سبحانه وتعالى خبأ عنك الشخصية الكاملة التي سيتم نسيجها في كيانك الاجتماعي والثقافي وإلى آخره، ولكن الله عز وجل دفعك إلى أن تمارس أسباب ما يريق لك. أرأيت لو أن الله عز وجل رفع لسان الغيب عنك فأراك الرزق الذي سيدخل إلى جنبك وجارك لا زيادة ولا نقصان عنه، وأراك الباري عز وجل من خلف سجاف الغيب الاختصاص العلمي الذي سيكون من نصيبك، وأراك الباري سبحانه وتعالى الوجوه التي ستنجح فيها في أنشطتك الاجتماعية والشخصية المختلفة. لو أن الله كشف عنك، كشف أمامك هذا الغيب، إذن لبطل نشاط الإنسان ولا وقف ولا جبت الذي يسعى إلى دراسته، يترك العمل الذي ينهض به، ويترك الاجتهاد الذي يعتمد عليه، لأنه تلقى علما غيبيا أنه سيحمل شهادة الطب بعد كذا وكذا من السنة. لا يجد هذا الإنسان في نفسه الاندفاع إلى الدراسة ولا يقيم من نفسه كافيا، وجد أنه سينال من المرابح في عام كذا القدر الفلاني وفي عام كذا أكثر، ثم يخسر ثم يربح قولا واحدا، سيفقد نشاطه وحركته الدائبة من أجل ذلك. لماذا ينشط؟ علم الشيء الذي سينتهي إليه. وهكذا يتحول سعي الإنسان إلى جنون، وتتحول حركته إلى سكون. ينظروا وتأملوا، كل منا يقدر لو أن الله عز وجل أطلعه على الغيب لوجد أنه قد هبط من علياء النشاط
الى واد سحيق من الكسل والفنون. والرب عز وجل اسمه الرب يعني المربي، يربي عبده التربية الدقيقة المثالية. هذا من مظاهر تربية الله سبحانه وتعالى لعبده. الى جانب ما قد ذكرت من ان الانسان يعيش بالامل، ينامر في سبيل ان يبعد عن نفسه الضر ويحقق لنفسه الخير. ينامر، هذه المغامره بحد ذاتها لذيذه، لان الذي يدفع الانسان اليها الامل في المحبوب والتهرب من المرفوض والمكروه. لو ان الانسان اكتشف المستقبل يموت الامل في كيانه، ويحدو شعاع الاتجاه الى المستقبل والمغامرة في سبيل الانتقال من الحسن الى الاحسن. هذا الشعاع يحدو، وهذا هو الشقاء. والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، رحيم. فانظروا ايها الاخوة الى الحكمة الالهية العالية التي تتراءى لنا جميعا من خلال ما فرض علينا جهلا. ينظروا الى الحكمة الباهرة ايضا من خلال ما فرض الله عز وجل علينا علما. ولكن الانسان المأثوم، الانسان الغبي الذي يعني يتألم او يشمئز من كلمة الغيب والغيبيات، ولا يريد ان يصف نفسه بانه يقف امام غيب مجهول، هذا الانسان بالاضافة الى تفاهته العقلية يحاول ان يحفر لنفسه قبر شقائه. يا هذا، لو انك اطلعت على الغيب لشقيت، ولما سعدت بلحظة من لحظات حياتك. فدع الامر على النهج الذي اقامك الله عز وجل عنه. تريد العلم؟ البار يوسع امامك فجاجا عظيمة للعلم، وسوف ينتهي العمر كله، وتنتهي اضعاف هذا العمر الذي نتمتع به، ولم نسد هذه الفجاج التي فتحها الله امامنا للعلم. فتفضل ادخل في هذه الفجاج الواسعة، يملا عقلك من العلوم والمعارف الكونية في الواقع المعاش، في الواقع الذي تراه. اهبط الى الماضي، خذ منه العبرة، تأمل في الحاضر، انظر الى مرآة نفسك. كل هذه معارف يا علي. اما الشيء يعني الذي يضحك ويبكي بآن واحد هو ان يتجاوز الانسان الجهالة بذاته. ولو انه امضى عمره كله وهو يدرك ذاته لثني العمر ولم يعلم حقيقة ذاته، كما قال الرب عز وجل: وفي انفسكم افلا تبصرون. يقفز فوق ذاته ويضع المجاهر المختلفة امام عينيه ليقتحم الغيب. ما الذي سيرزقه الله من الايلات؟ ما الذي سيحدث بعد كذا؟ يسمع في جمعيات تحضير الارواح فيحاول ان يشق لنفسه طريقا اليها ليكتشف الغيب، ليعلم الآسي، وهكذا. الانسان لا يستطيع علميا، اقول علميا، وانا لا اتعامل ولم اتعامل في هذا الدرس في هذا المسجد على ما اذكر مرة بالوعظ الخطابي، انما اتعامل جهد استطاعتي وبمقدار ما يكرمني الله عز وجل به بالحقائق العلميه. العلم لا علاقة له بالغيب. العلم يتعامل مع الواقع.
الذي وقع فعله، الشيء الذي لم يولد من غيبه بعد، لا يزال في تلافيف من ظلام الغيب. العلم ابعد ما يكون عن التعامل معه. العلم يتوقع، يظن، يتامل، يشك، لكن هل هذا علم؟ هذا ليس بعلم. اما ان يرقى العلم في مسألة لم تولد بعد من غيبها المكنون الى درجة القطع، فلا يمكن في قرار العلم ان يتعامل العلم مع هذا الامر الغيبي بشكل من الاشكال. لماذا؟ لسبب بسيط واضح، وهو ان الاشياء التي لم تولد بعد والتي لا تزال في طي الغيب، احتمالات الشهود فيها واردة. قلت الاحتمالات ام كثرة؟ ومتى ورد احتمال الشهود في امر غيبي لم يولد بعده فقد خدش القرار العلمي ولم يعد امرا علميا. لو اني وجدت دليلا علميا مكررا مليون مرة أن الصدغيات التي تؤشر كيف وكيف تكون ذكرا، والصدغيات التي تؤشر بطريقة أخرى وتشبه حروفا أخرى لتكون أنثى، لو مليون مرة طبقت هذه القاعدة، عندما أريد أن أجري بقرار عن مولود جديد سيولد ولم يولد بعد، احتمال شذوذ هذا القانون وارد ام لا وارد؟ اذا هذه الصدغيات، هذه الدلائل تعطيني الظن ولا تعطيني اليقين. هذا قرار علمي، وهذا معنى قولنا ان الغيب لله فقط ولله. هذا حصر غيب السماوات والارض. انصاف العلماء نعم يمدون شفاههم السفلى في تباهي، وهو تباهي جهل. يقول لا، نحن في عصر العلم. في عصر العلم يزداد الانسان يقينا بهذا الكلام. لماذا؟ للكلام الذي قلته لكم. كل واحد منا يقول الشيء اللي وقع ولد خلاص امامك، تستطيع ان تنظر اليه فتعلم واقعه وتصفه وصفا علميا. الشيء الذي لم ياتي بعد، لم يولد بعد، مهما تكرر قبل اليوم، مهما تكرر، مهما تكرر، هذا التكرار ياتي ظنا راجحا، لكن احتمالات الشهود وارده. انا اعلم ان الصيف ياتي بالحراره والشتاء ياتي بالبرد. في شيء يعني الانسان يثق به اكثر من هذا؟ ابدا. ومع ذلك هل يملك عالم ان يقول ان الشتاء المقبل اكيد قرار علميا يقينيا انه سياتي كعادته بالبروده؟ كذاب لو قال هذا. يملك ان يظن، يملك ان يجري بقرار تدريبي كما قال العلماء. اما ان يقول يقينا وما ادرك، هذا قياسا على السنوات الماضيه، في مليون سنه دائما دائما دائما، وما ادرك ان ملايين من السنين يكون الشتاء فيه باردا، وهذا الشتاء لاول مره يجعله رب العالمين كانه صيف. ممكن ام لا؟ احتمال الشذوذ وارد ام لا؟ اذا كان واردا وهو وارد لانه غيب لم يولد بعد، الشيء الذي لم يولد بعد الاحتمالات المتنوعه والده. ولذلك يكون هذا الامر احتماليا مهما كان الاحتمال. اذا لم يعد علما، خدش نزل عن درجه القرار العلمي اصبح ظنا. اظن ان الامر واضح ايها الاخوه. هذا الكلام يجعلني اعيد قليلا الى الوراء، لانني
يعني كنت أظن أن درسا كهذا الدرس عمره لا يقل عن 15 عاما ظهرت هويته وثبتت حقيقته بوضوح. لكن انظر فاجد انني مضطر بعد مرور ما يقارب 15 عاما اجدني بحاجة الى ان اعيد فاوضح هوية هذا الدرس. نعم. وان كان كلامنا المكرر المتكرر كله ينسج هذه الهوية، لكن فكرت وقدرت واستخرت فوجدت ان من الضروري مرة اخرى ان اكشف هذه الهوية. هذا حق علي تجاه الاخوة الذين يحضرون الدرس، وحق علي تجاه الاخوة الذين يرقبون ويراقبون مثل هذا الدرس، ويجب عليهم ان يفعلوا ذلك ومن حقهم ذلك. وحق علي ايضا تجاه كل من يسمع بدرس كهذا الدرس ان اضع امامهم هوية هذا الدرس ظاهرة واضحة ناصعة. هذا الدرس اولا منذ ان قام بحمد الله عز وجل وله فقط على دعامة واحدة هي دعامة العلم ولا شيء غير العلم. ومنذ ان بدأنا دروسنا في هذا المسجد اعلنا ثم كررنا ولعلكم جميعا تذكرون اننا لا نتعامل مع الوعظ الخطابي ابدا، دروسنا ابعد ما تكون عن الوعظ الخطابي، انما نتعامل مع القرار العلمي. وقد قلتها مرارا، لو ان القرار العلمي الصافي عن الشواهد دل العقل على ان لا اله في الكون للحقنا قرار العلم، ولكن قرار العلم بعد ملاحقته ودرسه وتبينه اكد لنا بكل الوسائل ان الكون وراءه المكون وان الانسان عبد للخالق. في سلسلة دروسنا في هذا المسجد التي مضى من عمرها 15 عاما تقريبا درسنا النظريات المادية كلها في هذا المسجد، وحصلنا من وراء ذلك الوصول الى العلم والحق بغض النظر عن اي شيء. درسنا مادية الغزلية، مادية تاريخية، درسنا الوانا اخرى من الماديات، ووقفنا على الباطل الذي يرفضه العلم فرفضناه، ووقفنا على ما يؤيده العلم فأيدناه. درسنا نظريات التطور في هذا المسجد المختلف عن الانسان، النظرية اللامركزية، النظرية الداروينية القديمة، النظرية الداروينية الحديثة، وفتحنا صدورنا في هذا المسجد لقرار العلم ولم نقدس شيئا غير قرار العلم، ووصلنا الى الحق الذي يؤيده العلم ولا شيء غير العلم. درسنا جوانب كثيرة من فلسفات حديثة كالوجودية وغيرها، وربما كان هذا غريبا ان يدرس في مسجد شيء من هذا الكلام. بعد هذا، بعد ان خدنا هذه المقادة، درسنا مسألة وجود الله بمدراس العلم ذاته الذي درسنا به النظريات الفلسفية بنفس المجهد من خلال دراسة علمية لا تقليد فيه حرة لا استعداد فيه لشيء للعقل ابدا. انتهينا الى قرار علمي منطقي عقلي ان لهذا الكون مكونا، وان الانسان سمعه خالقه، وانه بيد ديانه منه انطلق واليه يعود. حقيقه علميه درسناها،
لم نغمض اعيننا ولم نقف في مجهلتنا ونحن ندرس هذا اطلاقا بشكل من الاشكال. ولا نزال على هذا الخط سائرين، ولا نزال بهذا المنهج متشبثين. هذا الجزء الاول من هوية هذا الدرس. الجزء الثاني من هوية هذا الدرس انه درس يسير صافيا عن الشرائب كله، لا يبتغى منه الا تبصير الاخوة الذين يخشون هذا الدرس بدين الله صافيا عن الشرائب كله. وقال ما وضعت النقاط على الحرم وقلت واقول صافيا عن شوائب السياسه، صافيا عن شوائب الانحرافات والاتجاهات التي شرد فيها كثير من الجماعات الذين تقنعوا في يوم من الايام بقناع الدعوه الى الاسلام ولكنهم كانوا ينتصرون لانفسهم ولجماعاتهم. دركنا هذا يأذى إلا أن يكون واضحا عند الوجود في ابتعاده وتفانيه عن هذه الشوائب. فرفضنا ونرفض دائما أن يسخر الدين مطية لأي شيء من أغراض النفس، لأي شيء من الأغراض التي تتصورها سياسية اقتصادية أي شيء. ولا يملك الإنسان أن يعرف أخاه بدين الله على منهج رسول الله إلا إذا كان سائرا على هذا المنهج وعلى هذا الهدي. لعل فيكم من يذكر إن كان فيكم من عاصر درسنا هذا منذ افتتاحه أننا كنا في هذا المسجد في أحلك الظروف التي تدور الفتن فيها في هذه البلدة باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الإسلام. كنا نحذر منه وكنا نصرح بين الحين والآخر بأنها سبل مغلجة، سبل منحرفة. كانت الفتن المتنوعة المختلفة تدور وتطوف في هذه البلدة، وكنا في مسجدنا هذا نعلم أن هذه الفتن أبعد ما تكون على الغيرة على دين الله عز وجل. كانت الدعوة الإسلامية في خارج هذا المسجد على ألسن بعض الناس الذين نسأل الله عز وجل لهم الهداية والرشد تتجه إلى قمة القيادة وإلى إصلاح ما يسمونه بالسياسة، وهم عن القاعدة غافلون لا ينتبهون إلى إصلاح فرد ولا إلى إصلاح مجتمع. هذا في خارج المسجد. كنا في هذا المسجد نكمل بهذا العمل ونقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم علينا هذا الانحراف وحذرنا من هذا الخطأ والخطر. المسلم يدعو الأفراد يعلمهم دين الله عز وجل، يبصرهم بالإسلام، ينبههم إلى حقيقة الرشد الذي ينبغي أن يعرفه، ثم يدع الأمور إلى خالقه. هكذا علمنا رسول الله، كما كنا نقول في هذا المسجد. كان الفئات التي نسأل الله سبحانه وتعالى لها الهداية والرشد والعودة عن الزغل إلى جادة الاستقامة، كنا نقول إن الدعوة إلى الله لا تصلح إن نبعت من ينطوي على حقد، ينطوي على كراهية، ينطوي على بغض، حتى ولو كان للكاذبين والفاسقين، حتى ولو كان لملحد الكاذب. انما الدعوه الاسلاميه التي تفعل فعلها في النفوس هي تلك التي تنبع من قلب سليم
وهو وصف كتاب الله عز وجل للمؤمنين، يوم لا ينفع مال ولا بنين الا من اتى الله بقلب سليم. كان هنالك من يزعم انه يدعو الى الاسلام ويرفع شعار حقد محرق لا اكون نابع، اما نحن في هذا المسجد وفي تلك الظروف كان شعار ما قيل المصطفى عليه الصلاه والسلام. لعلكم تذكرون لانس رضي الله عنه: يا انس، ان استطعت ان تبيت وليس في قلبك غش لاحد فافعل، فان من فعل ذلك فقد احيا سنتي، ومن احيا سنتي فقد احبني، ومن احبني كان معي في الجنه. كان هذا شعارنا. ولم يزل هذا هو السبيل الواضح في الوقت الذي نجد فيه كثيرين يظنون انهم يدعون الى الاسلام، واكاد اقسم انهم انما يدعون الى انفسهم وينتصرون لذواتهم. اما نحن فقد سخرنا الله وله الفضل، هو صاحب الفضل كله. شاء الباري عز وجل ان يكون هذا المسجد فيه ضياء شعاع ويأنفون اليه هم الذين يستبعون بهذه الحقيقه. نحن في الحقيقه لا نعرف في هذا الدرس الا الجوع، فاذا اذن للعشاء وصلينا العشاء وخرجنا لم اعد اعرف احدا من اصحاب هذه الوجوه الا الوجوه التي تتكرر امامي، لكن اعلم يقينا ان هذه الوجوه التي تلقى انسها في هذا الدرس وتركن الى هذا الدرس ترفض كل ذلك الاعجاز وتمتصر هذه الحقائق ويرجو فيها القلب السليم ويرجو قلبها من هذا الزغل كله. ما ربى هذا المسجد عجازا ابدا، وما ربى هذا الدرس سبلا معجزة ابدا، بل اقول لكم واضع النقاط على الفريق، ما اكثر ما تردد على هذا المسجد من فتن بنوع من تلك الطرق المعوجة. فلما ركنوا الى هذه الدروس واستقروا فيها نزفت قلوبهم وصلحت سرائرهم واستغفر الله من الماضي، وكم جاءني في هذا المحراب شباب يسألون الله ان يغفر لهم، يوم كانت الافكار الشيطانية توسوس لهم السبل التي كان يغذيهم بها المنحرفون، المنحرفون قصدا او المنحرفون عن غير قصد. فصلحت خطتهم وتابوا الى الرشد. هذه هي هوية هذا الدرس ايها الاخوة، درس عمره قرابة 15 عاما اعطى ثمارا ايجابية، اعطى ما سماه احد المسؤولين من كبار المسؤولين في هذه البلدة، اعطى ما سماه الخير المطلق. فعلا هذه الدروس لا تأتي الا الخير المطلق، وانا ولله الحمد احب ان اكون واضحا ما في نفسي اقوله على لساني. ينبغي ان تكون هنالك اعين ترقب واذان تسمع، الزغل كثير، الانحراف موجود، والنفاق عند موجود، هذا شيء لا بد منه، ولكني اطلق وينبغي ان اقول هذا واكرر وانا اعني ما اقول، اطمئن ان درسا كهذا الدرس نسجت هويته امام كل الاذهان حتى في خارج هذه البلده، لم يعطي امورا سلبيه ابدا، ولم يعطي الا ثمارا ايجابيه، فليطمئن الاخوه كله وليعلموا اننا لا نتعامل الا مع الاسلام الذي ربانا عليه كتاب ربنا وربتنا عليه سنه
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشاب الذي يخشى هذا الدرس انا اعده انسانا في نزوله وفي حضوره لهذا الدرس يحقق اسمى المعاني الايجابيه كمرأة صالح وكانسان يتعامل مع الله سبحانه وتعالى كعبد. الانسان مواطنا في ارضه وعبد لربه، ولا يمكن ان يستقيم سلوك الانسان الا اذا انسجم من هذين المعنيين كل الانسجام. وانا اعجب في الحقيقه لمن قد يتصور ان الانسان الذي وصل الى شيء من الثقافه ينبغي ان لا يخشى المسجد، وان غشيانه للمسجد يجرح ثقافته ويبدد مستواه العلمي. انتهى شيء غريب هذا الكلام، ابعد ما يكون عن المقياس الثقافي والعلمي. تاريخنا الحضاري تاريخ معروف يدين له الغرب قبل ان يدين له الشرق، وهذا التاريخ الحضاري من اين نبع نسيجه؟ من المساجد، ابن سينا، الفارابي، ابن رشد، الامام الغزالي، الباقلاني، الفخر الرازي الى اخر القائم. من اين استقوا ثقافتهم ايها الاخوه؟ من المساجد. هل عار علينا ان نعيد الى مسجدنا تاريخها الماضي؟ وقلت انا نحن لا نتعامل مع الوعد الخطابي، من حق اي انسان ان يقول هذا الكلام. لو كنا نتعامل مع الوعد الخطابي ومع القصص التي لا نعلم هل هي صحيحه ام باطله، ومع الحكايات، ولكننا نطمئن كل اخر غيور على الثقافه اننا لا نتعامل مع هذا ابدا. لا نتعامل الا مع العلم، وهذا شيء يقرع الصدوق، وهذا شيء يجعل الصديق يشمخ براسه عاليا. ماذا اقول؟ في بعض الاحيان الانسان لا ينبغي ان يتواضع كما علمنا اساتذتنا وكما علمنا ائمتنا. ارايتم ان هذه البلده تتبوأ مكانه عاليه؟ نعم، مكانه عاليه، ويشع منها اشعاع سام الى كثير من البلاد العربيه لاسباب وفي مقدمتها هذا الدرس الذي مدى شعاعه وانتشر الى مختلف البلاد العربيه والاسلاميه. نعم، فانا اقول هذا الكلام من منطلق الحب ومن منطلق الغيره ومن منطلق الشفقه والتعاون الايجابي. يطمئن اولئك الذين يتصورون ان دروس المساجد غالبا تكون وعظا خطابيا، ابعد ما يكون عن العلم ان درسنا ليس كذلك، وانه عباره عن حلقات علميه كما ترون مفتوحه بهذا الشكل يسر له الصديق. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل الاعداء اصدقاءه. نعم، فالامر ما في شيء يدعو الى قلق بشكل من الاشكال، ونحن كنا ولا نزال سياجا ضد كل فتنه، لا سيما تلك الفتن التي تتقمع باقتناع الاسلام. نعم، لا نشد لا تقربا من احد ولا اعلانا عن كراهية لاحد، ولكن تقربا الى الله عز وجل. نعم، ونحن الذين نعلم كيف نصف الانحراف ونتائجه، نحن قبل غيرنا، نحن الذين نعلم كيف نقول ان الانحراف الذي صار لخطوات باسم الاسلام انما مزق الاسلام، كان اول ضحايا ذلك العمل الاسلام، ولا تزال الآثار بادية، لكن هذا العمل هو خير إصلاح ذلك الفساد. هذا الكلام
كنت احسب انني لا احتاج الى يعني ان اقوله، لان درسا مضى له من العمر قرابة 15 عاما غاب هذه المفادات وسجل هذه المواقف، اقول سجل هذه المواقف، اظن انه قد ابرز هويته الحقيقية للقاسي وللدم، واثبت لكل الاخوة ان هذا الدرس بمن يلقيه وبمن يغشاه انما هو كسب وخير. نعم كما يصف فعلا هذا الدرس، نعم كسب وخير وليس فيه اي شيء يفيد. نعم هذا الكلام ساقنا اليه، ساقتنا اليه اسباب، لكن المناسبة التي اقتضت ذلك حديثنا عن الغيبيات. كثيرا من الاخوة يتصورون ان العلم يصين العلم يقتضي محاربة الغيبيات، هكذا يتصور بعض الناس، وليس ان هؤلاء يشموا رائحة العلم. واذا كان الانسان باطنا للغيب اذا فهو بعيد عن العلم، فليحذر. يا اما مختار العلم اذا لازم لا يؤمن بالله، لا يؤمن بالاشياء التي حدثنا عنه القران الامير المستقبلي لانها غيبيه. ونحن نقول باسم العلم ان هذا كلام لغو وكلام باطل يعوزه الدليل العلمي. نعم غريب ما يقوله هؤلاء الاخوه ان الغيب يتنافى مع العلم، كان هذا الاخ الذي يقول هذا الكلام استطاع ان يعيش بعيدا متحررا عن الغيب تماما. والله لو انه وجد انسانا استطاع ان يقطع عمره عن الغيب لاصبح هذا الانسان مجنونا، ولما كان محله الا في البيمارستانات. هكذا، لأن الإنسان كيف يتحرك؟ يتحرك على أساس ثلاثة عوامل، يعني ثلاثة دوافع تدفع الإنسان إلى العمل. داخل من الغيب الماضي، الإنسان يعيش مع الماضي ويأخذ من الماضي العبر، عبرة الماضي جزء من الدوافع. العامل الثاني غيبا يتكون من الآمال المستقبلة. الدافع الثالث واقع حاضر مشاهد. فكر أيا يكن، ممكن تؤمن بالله ولا ما لك من الله، لما تتحرك لدراسة، لما تتحرك لتجارة، لما تتحرك لتعاون مع أصحابك، هذه الحركة تنهض بها بناء على الدوافع. أولا تدرس الماضي فتأخذ منه عبرة، بتقول هيك جرى هيك حصل هيك بيقولوا صار بزمانه هيك كذا كذا، إذا لازم نحن ناخذ بنفسنا الدرس من ذلك. هذا دافع غيبي. الدافع الثاني آمال المستقبلة، أنا سأفعل كذا، سأتزوج، سأبني دارا، سأؤسس، سأكون طبيبا، يبني لنفسه بناء شامخا من الأمور الغيبية. هذا هو الدافع الثاني غيبا أم لا؟ غيب. الدافع الثالث الواقع الذي يتحرك بين هذين الغيبين، تتخيل لو أن الإنسان قال لا أنا رجل غيب لا أتعامل بالغيب، قطع نفسه عن الماضي وقطع عقله عن المستقبل وأخذ يتحرك بدافع من ما يراه في آنه الذي هو فيه، هذا ماذا يسمى؟ مجنون. هذا يسمى إذا ما في إنسان لا يتعامل مع الغيب. هو ثم انظر الأمل إما أن يتحقق أو لا يتحقق. يراك إن الله عز وجل نسق علاقة هذا الغيب. هذا ما فعله الإسلام. قال لك يا ابن آدم تعال اخذك. تريد أن تقيم علاقة لنفسك مع الغيب. لا تقع في مباحية الخرافات. ولا تقع فيه ضحية الأيهام. سل على هذا المثل، كن رجل علم، التزم هذا المنهج،
هذا ما يبصرك به الإسلام. الإسلام يدعوك إلى أن تتعامل مع الغيب الماضي والغيب المقبل بناء على منهج علمي، وكل من شرد عن هذا المنهج وقع في المتاهة قطعا لا شك في هذا ولا ريب. هذا الكلام الذي نقوله والله يا أخوان ليس وعظة، هذا ما هو كلام خطأ، ما هو كلام دجل، هذا كلام يقطعه كل عاقل. وإذا كان الأمر بهذا الشكل فينبغي أن نتعامل مع الإسلام الذي ينهض نقضه على حقيقة علمية ملموسة واضحة، ثم إن الله عز وجل جعل جذوره من غيب راتقا في الماضي، وجعل فروعه اللاصقة من غيب آت علينا مقبل، وقد أنبأنا الله بكل ذلك. فانتهى الإشكال. ثم أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: وأخبرني عن أماراتي. قال: إذا كنا لا نعلم متى الساعة، علامات الساعة في الواقع لها علامات، وأقول لكم إن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، يعني أن رسول الله خاتم الأنبياء والرسل، يعني ما أتي نبي بعده. إذن بعثته دليل على أن الرسالات قد ختمت، وقد قال رسول الله فيما صح عنه: بعثت أنا والساعة كهاتين، أي كما ترى كم هو قرب رأس هذه الأصبع من رأس هذه الأصبع بالنسبة للماضي، كذلك قرب رسول الله من قيام الساعة بهذا الشكل. لكن اسمعوا، هذا كلام المسلم لا يحدث الفنايا، لأن هذا القدر إنما يقاس بالنسبة لطول الإصبع، واضح؟ فأنت تقول أن هذا القدر يساوي عشر هذا المقدار، صح، لكن لا تستطيع أن تقول هذا القدر يساوي 5000 مثلا. العمر الماضي كم هو؟ لا نعلم، غيب ماضي، فنحن لا نعلم الماضي حتى نقيس عليه المستقبل، لكن كل ما هنالك أن العمر الماضي المتطاول بالنسبة لما بقي من عمر الزمن بعد بعثة رسول الله يكون الاسم من هنا إلى هنا بالنسبة لما بقي. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة فيما يتعلق بالأمد الباقي طولا وقصرا ناظرا الى عمر الزمن الماضي، نعم، هنالك امارات كثيره. اذا منها بعثه رسول الله، ومنها علامات كثيره جدا جدا تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تحدث عن مثاله، عن علامته، فقال: اولا ان تلد الامه ربته، يعني نكسر هذه الكلمه ونقف يعني. أن تلد الأمة، الأمة الرقيقة المستملة، ربتها أي سيدتها. كيف هذا الكلام؟ هذا العلماء في تفاسير الشتابة، لكن أبرز ما رأيت من تفسير وأقوى من انتهى إليه كثيرا من العلماء، أن يأتي على الناس زمن من يشيع فيه العقوق، فتلد المرأة ابنتها وإذا بالابنة بعد بضع سنوات تصبح في معاملتها لأمها كأنها السيدة وكأن أمها الأمة الرقيقة. نعم، هذا من يعني المعاني التي ذهب إليها جمهور من علماء الحديث. وقع أن هذا وقع الآن، يعني من مظاهر تحرر الإنسان أن يتصور الرجل أو تتصور الفتاة أنها خلقت في عصر غير عصر أمها، فهي تعلم من العصر الحديث شيء الأم يعني لا تفتغيه، ولذلك ما لازم تظهر، ما لازم توجه، وهي راح عصرها، وهي راح دورها، وينبغي أن هي تعلم أمها، والأم هي تعلم الأم. هذا وقع أم لا؟ وهذا في الهرب كثير جدا، وكلكم يعلم ذلك، ولا نريد أن نخوض في الدلائل علما.
ثمن على من في الساعة. وهذا كلام جامع في التعبير عن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تلد الأمة ربتها، أي أن يشيع العقوق ما بين الأبناء والآباء. طبعا ليش قال الأمة؟ ليش قال الولد؟ أقرب الأولاد إلى البر الذكور أم الإناث؟ الإناث. الأنثى دائما يعني شديدة الارتباط بأمه، فإذا وصل الأولاد من العقوق بحيث البنت أصبحت تقود الثورة على أهلها، فما بالك بالذكور. هذا هو السبب الذي جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الأمة. والعلامة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: وأن تجد العفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في الجنين. ولعلنا نفسر هذه العلامة الأخرى في درس المقبل أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.